أعزائي المشاهدين، في إطار الاستماع ديال صوت العدالة لجميع الأطراف، كنا في وقت سابق هنا في ولاد عياد، كانت استدعتنا بعض الساكنة والمجتمع المدني لسماع بعض الشكايات على كوزيمار. كوزيمار اللي يعتبر واحد الشركة اللي حنا كنعرفوا عليها شركة مواطنة بامتياز، اللي هاد الساكنة كتشكى من عدة أمور وكنا طرحناها في الفيديو. اليوم كنتلقاو واحد الدعوة من كوزيمار اللي جينا عندهم ودرنا واحد الزيارة لهاد الشركة باش نشوفوا اشنو اللي واقع ونطرحوا بعض الأسئلة ديال المجتمع المدني، وغيجاوبنا عليها إن شاء الله السيد المدير ديال هاد المجموعة ديال هاد الفرع ديال شركة كوزيمار. سي منير مرحبا بك على صوت العدالة. شكرا. اولا كنشكروك على الدعوة ديالكم اللي جينا حضرنا معكم اليوم وشفنا هاد الشيء اللي كاين. بغيناك اول سؤال غادي نطرحه عليك، وهو الساكنة كتشكى من واحد الشوديار جديدة، شنو تقدر تقول لنا عليها؟ شكرا جزيلا. اولا وحده اولاد عياد هي وحده اللي تم الانجاز ديالها في 1972 تقريبا 50 سنه. الوحده تتوفر منذ 1972 على اربعه المراجل اللي كتعمل بالفيول الصناعي. هذه المراجل هذه عندها تكنولوجيا ديال السبعينات، 50 سنه ديال العمل. اذن المشروع هو استبدال هاد المراجل، هذه مراجل جديده ذات تقنيه يعني جيده جدا، اللي يعني كتحترم جميع الضوابط والمعايير المعمول بها حاليا في الوطن، من بينها المعايير الصناعيه ديال السلامه الصناعيه، وكذلك المحافظه على البيئه وتحسين المجال البيئي. هاد المراجل هادي لان الساكنه كتكلم على انه غازات. انا نقول لك سي منير، وصلونا فيديوهات فيهم بعض الادخنه سوداء، فيهم الصداع ديال هاد الشوديير، وضح لينا. اولا هذا مشروع جديد، ياك يلا تمت نهايه انجاز المشروع، وفي العقده كاين هناك واحد ان بروتوكول ديال ديسي ديال التجارب اللي خصنا نديروها يعني مرحله مرحله، باش نقولوا بانه المراجل يعني فعلا جميع المسائل اللي كانت يعني مطلوبه انه ودرت بطريقه مهنيه. اذا في خلال هذيك المرحله ذاك البروتوكول ديسي تيكونوا بعض الفترات اللي تيكون بعض الاصوات اللي ربما كانت هناك انزعاج من عند الساكنه، لان ما عمرهم ما سمعوا ذاك الشيء، باش نكونوا واضحين، ما عمرهم ما سمعوا ذاك الشيء. كان هناك في بعض الاوقات تيبان واحد الدخان اسود، لانه كان ديك الساعه، لانه فاش تنقول لك في التجارب تنبداو اولا لاشوديير كنخدموها بلا ما نخدموا ذاك الاجهزه ديال التصفيه كل كاين هناك مراحل، يعني كدير هذه وكتبع هذه وكتبع، بحال اليوم فاش جيتو وشفتوا المراجل خدامه وشفتوا لا شوميني دو لا شوديير، ما كاين لا دخان، ما كاين لا لون اسود ولا ضجيج، لانه دابا المراجل يعني كاين جوج المراجل، لا شوديير لا بروميير شوديير كملنا التجارب، واليوم هي خدامه بطريقه عاديه وبالطريقه باش غتخدم في الموسم ديال الشمندر السكري. شفتوها اليوم، ما كاين لا دخان، ما كاين لا ازعاج، ما كاين لا اصوات الى اخره. كاينه لا دوزيام شوديير غادي نبداو حتى هي في هذه التجارب الاسبوع المقبل بنفس الطريقه اللي درنا، نطلبوا من الساكنه باش انه شويه ديال الصبر، لانه هذا راه مشروع كبير اللي الحمد لله غادي يرجع للساكنه بواحد تحسن كبير في المناخ والمجال البيئي ديالهم، لانه فاش غادي تشتغلوا المراجل وغادي نقارنوا النتائج ديال هذه المراجل الجديده مع النتائج اللي كانت عندنا في المراجل القديمه، راه غادي يكون على الاقل واحد التحسين في المجال البيئي ديال 60%. اولا ما غاديش يبقاو يشوفوا الدخان
السنوات الفريطة كانوا كيشوفوه ما كاينش هناك لا أصوات لا انزعاج، بحيث أنه واحد الوقت تقول واش ديك لاشو ديال خدام ولا ما خدامش، واش داك المعمل خدام ولا ما خدام. وما يمكنش مجموعة كوزيمار كمؤسسة مسؤولة وعندها واحد يعني واحد القيمة على الصعيد الوطني في المجال البيئي، اليوم غتجيب واحد المشروع في 2021 لا يحترم البيئة وما كيحسنش من 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 المجال البيئي، وتكون اقل من 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 القديم اللي هنا غادي يتم تغيير. كنا نعتبروه بحال اعتذار للساكنه على الضجيج اللي كان ولا هادي، ولا على الضجيج اللي غادي يكون مستقبلا بالنسبه للزسايد ديال لي شودير الجايين. الموسم المقبل ان شاء الله غادي نديروا التجارب ديال لا دوزيام شودير، وكنطلبوا من الساكنه باش يعني تفهم هذه الامور هذه، لانه امور اللي غادي تكون يعني ليميتي دون لو طون، يعني غادي واحد الوقت وجيز، وراه ما كاينش يعني رغم ذلك راه ما غادي يكون حتى شي تاثير لا على سلامه المواطن، لان ما يمكنش نديروا شي حاجه اللي غتاثر على المواطن لا ديال المدينه ولا داخل المؤسسه، ولا كان شي تاثير اولا وقبل كل شيء غادي يكون على الموظفين والعمال والعاملات ديال المؤسسه. بالفعل. ولكن الحمد لله رحنا مسؤولين وكنعطي القيمه للمسؤوليه ديالنا، وما يمكنش نديروا شي حاجه اللي تضر بالساكنه ديال البلاد عيا. واخا سيمونير في نفس السياق، الساكنه كتسائل على الفحم اللي كتستخدموا. هذه تقنيه جديده، الا دخلتوا غتقلب في الانترنت وقلب على الفحم النظيف، وغتلقى بانه راه هذه هي الاستراتيجيات الجديده اليوم ديال 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 المراجل لانتاج البخار ولا الكهرباء. فحم نظيف، تكنولوجيا نظيفه، وحتى في الاستراتيجيه ديال 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 الحكومه المغربيه راه كاين هناك يعني في البرنامج ديالهم استعمال الفحم النظيف. الفحم النظيف راكم عارفين، الفحم النظيف ماشي هو الفحم العادي اللي كنعرفوا حنا، هذا هو الخلط اللي كان عند الساكنه، هما انه كيخلطوا ما بين الفحم النظيف والفحم العادي اللي كنستعملوا حنا في المنازل ديالنا. غادي ندوزوا لسؤال اخر، وهو ان الساكنه كتقول ان كوزيمار كتستهلك الفرشه المائيه. واش في المجال الصناعي ولا في المجال؟ في المجال الصناعي. المجال الصناعي اولا خاصك تعرف بان الوحده ديال ولاد عياد الى رجعنا ل 2006 وال 2007 راه كان تقريبا كل طن ديال الشمندر السكري تتم المعالجه ديالو كنا كنستهلكوا 0.8 متر كيب. داكور. اليوم وصلنا ل 0.15 متر كيب بار طن دو بيتراف. يعني داروا استثمارات كبيره باش وصلنا لهذا المستوى، هو مستوى ضعيف جدا باش نكون واضحين. وماشي الفرشه المائيه هناك من 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 يعني الماء اللي كيجي من سد بين الويدان. اذا عندنا ان دوتاسيون اندستريال واللي الحمد لله ما بقيناش كنستهلكوا شي حاجه كثيره، وهذاك الماء يعني اللي من بعد فاش تم يعني الغسل ديال الشمندر السكري لان كيجيب الاطربه ديالو الى اخره، يعني كاين هناك عندنا اكبر محطه ديال معالجات المياه الصناعيه هي اللي كاينه في ولاد عياد، وتم انشاؤها تقريبا في 2009 ل 2010، وكانت العقده ديال الانجاز ديالها والتمويل ديالها كانت وقع تمضات هنا في الوحده ديال ولاد عياد مع السيدي زغير الله يذكره بخير، كان انذاك وزير البيئه و يعني كان هو اللي كان وضع وليت يعني، لانه كان هناك تمويل ديال 40% من طرف الدوله و60% من طرف مجموعه كوزيمار، وحنا كنفتخروا بهذه المحطه هذه لانه محطه يعني من المحطات الكبرى على الصعيد الوطني، وبحيث انه المياه اليوم اللي واخا تستعمل من طرف المؤسسه راه فاش كتخرج خارج المؤسسه يعني مياه يعني ذات جوده عاديه غير زعما ملوثه ولا الى اخره، ويمكن تستعمل في مجالات اخرى. سيمونير، شنو يمكن نقولوا من اللي غنسولك وغنقول لك اشنو قدمات كوزيمار للساكنه ديال ولاد عياد؟ وكوزيمار ماشي قدمت للساكنه ديال قدمت للجهه، السؤال اللي يكون هو ماذا قدمت هذه المؤسسه للجهه؟ لانه المؤسسه كتعمل اولا في واحد الاطار يعني فلاحي وصناعي يعني جهوي، بحيث اننا تتعاملوا مع تقريبا 9000 فلاح،
وبانه هاد تسعيله الفلاح كنضمنوا لها واحد المدخول فلاحي اللي ماشي سهل، راه تقريبا مليارات ديال الدرهم اللي كتوزع سنويا على 9000 عائله، و 9000 عائله اللي خدينا على كل عائله عندها 5 ل 6 الافراد، يعني راه يعني راه تقريبا مدينه صغيره، غادي نقولوا على واحد 50000 ولا 55000 فرد. هاد المنتجين الشركه ديال كوزيمار يعني ساهمت في تطوير المنتوج ديالو، بحيث ان على الانتاجيه اللي كانت في 2006 ديال 5 طن ديال السكر في الهكتار، اليوم اصبحت 12 طن ديال السكر في الهكتار، وكل طن راه 3000 درهم، نزلنا من 15000 درهم تقريبا 36000 درهم، وهذا ما ساهلش. كوزيمار انه ساهمت باستثمارات كبيره في المكنه ديال القطاع من بدايه ديال الزرع حتى القلع وحتى الشحن ديالو والنقل ديالو للمؤسسه، وسهلت بكثير يعني العمليه على المزارعين والمنتجين اللي هما كاينين عندنا في المدينه ديال ولاد عياد وفي سوق السبت وفي بني ملال، يعني في الجهه باكملها. كوزيمار ساهمت كذلك في خلق 90 شركه، وهذه ما سهلاش، راه لو كان كانت كل مؤسسه في الوطن خلقت 10 شركات، شحال من شركه غتكون في المغرب، وربما حتى لو شوماج غادي في اطار تنميه الجهه. تنميه الجهه. المؤسسه ديال كوزيمار في المجال ديال ولاد عياد راه خلقه واحد 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 الرواج اقتصادي مهم جدا، اللي في الحق الواحد خاصو يمشي يشوف شنو هو الامباكت فريمون اسمو، لانه راه كاين هناك رواج، كاين هناك اولا العمال الموسمين اللي كيعملوا في الموسم، كاين العمال القارين، كاين هناك اصحاب الشاحنات، كاين التجار اللي كيعملوا في التفل، وكاين التجار اللي كيعملوا في السكر، لان حتى السكر اللي كنتجو راه كيبقى في المنطقه. وي. والتجار ديال المنطقه ديال ازيله البني ملال سوق السبت ولاد عياد راه هما اللي كيبيعوا ويشريوا فيه، وتيبقاو في المنطقه، والمدخول تيبقى في المنطقه، وكيتوزع على المنطقه، وكيساهم في التطور والتنميه ديال السوسيو اقتصاديه ديال المنطقه. اذا ما يمكنش نتكلموا على ولاد عياد بلا ما نتكلموا على الجهه، وهذا الشيء كل شيء يعني ونقدروا نحطوا السؤال بطريقه اخرى. مرحبا. لنفرض المعمل ديال ولاد عياد ما بقاش، كيفاش غتكون ولاد عياد؟ انا غنقدر الاستنتاج الاول ديالي هو غنقول غادي يكون واحد العدد كبير ديال الشوماج. غادي يكون عدد كبير ديال الشوماج، غادي يكون اولا وثانيا وثالثا انه راه خاصك تعرف بانه في الموسم ديال الشمندر السكري 3 شهور ل4 شهور القهوي كيفاش كيخدموا، لي ريستورون كيفاش كيخدموا، داك اسمو الاوراش ديال اللي كيخدموا مع الشاحنات كيفاش كيخدموا، خاصك تشوف حتى الابناك، يعني الابناك ديال الجهه، الابناك ديال ولاد عياد كيديروا اكبر رقم معاملات في خلال ديال ديك 3 شهور 4 شهور. كذلك اسمو العمال الموسمين 4 شهور ما ساهلاش، راه 4 شهور تقريبا راه مدخول ديال السنه اللي فهمتي اللي كيعيشوا به، وكيعيشوا به ولادتهم، وكيعيشوا بهم العائلات ديالهم الى اخره. اذا هناك راه واحد الامباكت سوسيو ايكونوميك تري تري امبورطون اللي لا يستهان به، وناخذوا يعني كمثال انه المناطق اللي كانت فيها معامل ديال السكر وما بقاتش كيفاش ولات اليوم؟ بحال سوق السبت، بحال بني ملال، بحال الزمامره، بحال سيدي علي التازي، بحال سيدي سليمان، بحال العوامره. اتونسيون خاصنا يعني الاشكاليه الكبيره خاصنا نحافظوا، كيفاش نحافظوا تنقولها ثلاثه الاستثمارات اللي عندنا في المنطقه. الاستثمارات في المنطقه راه اليوم المغرب كيدير مجهود كبير باش يجيب مستثمرين من الخارج باش يديروا استثمارات اقل من هذا الاستثمار اللي كاين في مدينه ولاد عياد. مدينه ولاد عياد اليوم معروفه على الصعيد الدولي بالمعمل ديال ولاد عياد. فهمتي؟ سي منير، كاين واحد الاشكال اخر اللي كيرتبط بتاريخ هذه الارض مع بعض الفلاحين اللي كيقولوا ان الشركه نشات على الاراضي ديالنا. كاين فلاحين اللي تعوضوا وكاين اللي لا، علاش؟ وهذا المشكل هذا اللي يجازيك بخير، يعني اولا خاصك ترجع للتاريخ. هاد المؤسسه هذه راه الدوله اللي دارتها، وي ماشي شركه كوزيمار. لا راكم متفقين، شركة كوزيمار دخلت ولقات واحد الحالة، واللي الحمد لله غادية وكتصفي فيها، واللي اليوم باقي عنده مشكل. راه كاين قوانين وكاين قانون في البلاد، وكاين هادي ما يمكنش تقول كاين تصفية الملفات. كاين تصفية الملفات وحنا غاديين فيها، وإن شاء الله غادي نوصلوا، وداك الشيء اللي بقى يعني شي حاجة قليلة. وقلت لك حتى اللي أنه ما كانش يعني في ذاك الحل ديال التراضي
ما اسمو راه كاين قانون في البلاد وكاين محاكم وكاين وحنا ما زعما. سي منير كنشكرك على سعة الصدر ديالك على الإجابة على الأسئلة ديالنا. أعزائي المشاهدين كما شفتوا سي منير كاع الأسئلة اللي طرحنا جاوب عليها. كان هذا تتم الفيديو ديال المجتمع المدني اللي كان طرح الإشكاليات ديالو. أعزائي المشاهدين إلى اللقاء.